ازيكم يا فندم؟ قلت لكم من كام يوم ليكوا عندي هديه كبيره جدا، موقع مجاني قدرت اعمل منه 70 دولار وهنسحبهم مع بعض النهارده. كان المفروض الفيديو ده يتعمل تقريبا من يومين زي ما وعدتوا، بس للاسف اضطريت اجله شويه لان السحب حاليا يوم الجمعه فقط. وطبعا هنقول على كل شروط الموقع وازاي كمان تقدر تستغل الموقع صح. طبعا كان ممكن اسحب مبلغ اقل من كده لو كان السحب مفتوح طول ايام الاسبوع، بس بما اننا كده كده كنا مستنيين يوم الجمعه فبالتالي قلت استغل الوقت ده ان انا اكبر المبلغ شويه. وعارف الناس اللي هتقول لي 70 دولار انت رقم بتبالغ فيه، انا هوريك النهارده ان في ناس سحبت اكتر من 70 دولار وكله بالورقه والقلم. موقع النهارده هو موقع جبار الاستبيانات. وبالنسبه للناس اللي قبل ما نكمل كده الفيديو هتقول الاستبيان ما بتحسبش، النهارده انا جايب لك استبيان معمول ومتصور. هعرض قدامك الاستبيان من اول ما بيتفتح من على الموقع لحد ما يخلص ويتحسب لك النقط على الموقع، وهوريك كمان بالاثباتات داخل الحساب بتاعي على الموقع ان كل الفلوس اللي انا جمعتها ديت كانت من الاستبيانات فقط. قلت لك يا صديقي كله بالورقه والقلم، كل اللي عليك ما تجريش ولا ثانيه في الفيديو ده لان كل معلومه مهمه جدا. والناس اللي كانت طالبه مني حاجات للمبتدئين وحاجات مجانيه، اديني يا سيدي جبت لك الحاجه المجانيه المبتدئ اللي تقدر تعمل منها فلوس وفلوس كويسه جدا. طبعا مش هوصيك كده بعد ما تكمل الفيديو والدنيا تعجبك انك تنزل تحت كده وتدوس على زر الاشتراك، ويا سلام كده يا حبذا واحده لايك، وانشر الفيديو على قد ما تقدر عشان غيرك يستفاد وعشان يبقى ليك فرصه انك تفوز معايا. مسابقاتنا وجوائزنا ما بتخلصش، بلاش كلام كتير وخلينا بسرعه نروح للموقع. موقع النهارده زي ما انت شايف اسمه جراب كوين، بيفكرنا كده بالموقع اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده جراب بوين، مجرد تشابه اسماء يا صديقي، بس ده بيرجعنا لموقع كنا اتكلمنا عليه قبل كده زمان وعملنا منه كلنا فلوس حلوه جدا. الموقع هنا فكرته قايمه اكبر حاجه على الاستبيانات، وهقول لك ايه الشركات المعينه اللي تشتغل عليها وتضمن ان الاستبيان بتاعك يتحسب، وهوريك كمان زي ما قلت لك في المقدمه كده استبيان انا عملته من الاول لغايه الاخر، هوريه لك بالفيديو صوت وصوره اتحسب ازاي. طبعا اول ما تنزل تحت الفيديو هتلاقي جميع الروابط تجدونها هنا، هيوجهك للمدونه تقدر تاخد منها كل المعلومات الكافيه عشان تشتغل على الموقع بتاع النهارده، وهتلاقي اللينك بتاع التسجيل، غير انك هتلاقي في الكومنتات او في التعليق المثبت الرابط المباشر للدخول على الموقع. اول ما يفتح قدامك هيفتح قدامك بالواجهه اللذيذه ديت، او ممكن يفتح قدامك كمان بواجهه الساين اب على طول. في البدايه الموقع بيقول لنا ان هو شغال على الاستبيانات والاوفرز او العروض، ويلا يا برنس ستارت ميكنج ماني توداي، ابدا اشتغل من دلوقتي. لو نزلنا تحت شويه كمان هنلاقي كل الشركات اللي هو شغال فيها، ومبدئيا كده عشان ما تقولش ان انا بطول عليك، الشركه اللي احنا هنركز عليها النهارده وهي شركه يون. تقريبا معظم الاستبيانات اللي عملتها على الشركه دي، و99% من الاستبيانات اتحسب. ما تنساش ما تجريش لان انا هوريك النهارده ازاي تشتغل بطريقه صحيحه واجيبها لك كده بالورقه والقلم. الموقع من الاحصائيات اللي متقدمه قدامنا زي ما انت شايف فيه 35000 يوزر شغالين عليه، تم دفع 6548 دولار وده مبلغ كويس جدا مقابل حل استبيانات فقط. البارتنر اللي شغال مع الموقع او الشركات اللي شغاله 7 شركات حاليا، ولسه في شركات ثانيه هتنضاف، زائد ان زي ما قلت لك كده شركه يونو وشركه سباكتر تقريبا او سباكترا حاجه زي كده، دي شركات اجنبيه بيبقى العروض بتاعتها اقوى شويه والنقط بتاعتها اعلى. المهام اللي اتنفذت او العروض اللي اتنفذت واتحسبت بالفعل هي 215000 عار، يعني الناس كلها بتحل استبيانات وكلها بتعمل عروض وكلها بتكسب فلوس. ما تزودش في الكلام يا اس وخلينا بسرعه نخش على التسجيل، ركز معايا يا برنس. قبل ما نعمل التسجيل بتاعنا ده انا هسيب لك ملف تحت برضو او في المدونه، ملف بي دي اف فيه شرح كل حاجه بنتكلم فيها النهارده مكتوبه كتابيا عشان ترجع لها في اي وقت، وهناخد منها دلوقتي بعض الملحوظات. اول حاجه هندخلها هنا وهي الفول نيم الاسم بتاعك، بعد كده الايميل ادريس، طبعا لازم يكون ايميل جيميل صحيح، ما تحطش اي ايميلات فيك مش مسموح بيها. بعد كده هتحط تاريخ الميلاد، بعد كده هتحط الباسورد بتاعتك، بعد كده هتختار ذكر او انثى، بعد كده هتقول اي ام نوت روبوت، بعد كده هتدوس سب. طيب عايزين نعرف ايه المسموح او ايه اللي هيخلي التسجيل بتاعي اسرع، لان في ناس قبل كده في شركات الاستبيانات او مواقع الاستبيانات عموما كانت بتقول لي انا بجرب باسورد كتير او يوزر كتير وما بيقبلش مني التسجيل. لو رجعنا الملف البي دي اف اللي انا قلت لك هسيبه لك تحت في المدونه او في الوصف، هتلاقي هنا شرح كامل لموقع جراب كوين. هنا بيقول لك الاول مسموح 5 حسابات كحد اقصى على الموقع، ولكن ما ينفعش تشتغل عليهم في وقت واحد، ممنوع استخدام الفي بي ان والبروكسي وده ممنوع اطلاقا. لو بتستخدم الاد بلوك او مانع الاعلانات لازم تقفله علشان خاطر النقط بتاعتك تتحسب بدون مشاكل. ممنوع استخدام معلومات وهميه وده عشان السيرفاي، عشان تركز ان المعلومات اللي هتقولها لازم تكون كلها زي بعض، يعني اي لخبطه في البيانات من شركه لشركه هتلاقي معظم الاستبيانات بتاعتك ما بتتحسب. نقطه مهمه جدا عشان تتفادى انك تتعب على الفاضي، ممنوع تكرار نفس الاستطلاع او العرض على نفس المنصه في نفس اليوم. يعني انا لو عملت استطلاع سي مثلا ب 600 نقطه استطلاع معين على شركه زي شركه مثلا يون، ما ينفعش ان انا ارجع اعيد نفس الاستطلاع على نفس الشركه في نفس اليوم، ممكن تاني يوم لكن مش في نفس اليوم. هخلص استبيان هنا اخش على الاستبيان اللي بعده من نفس الشركه بس استبيان اخر، او ان انا اختار شركه تانية اشتغل عليها، انوع العروض بتاعتي كل يوم وبعد كده اشتغل عليها مره تانية تاني يوم او اشتغل بعروض. هنا طبعا بيديك نصيحه انك هنا طبعا بيديك نصيحه ما بتكتفيش بالدولار او ال3 دولار، لا انت لو فهمت اللعبه كويس قوي هتقدر تعمل كمان 100 دولار، وهوريك ده بالورقه والقلم. هنا بيقول لك اجب على الاستبيانات بطريقه عقلانيه ومنطقيه وعدم التسرع، لان ممكن يسالك سؤال بطريقه غير مباشره مرتين فلازم تكون الاجابه بتاعتك واحده. اما بالنسبه لموضوع سنه الميلاد لما يجي يطلب في اي استبيان سنه الميلاد ما تدخلش اي سنه وخلاص، الاستبيانات بتطلب سنين معينه. امثله زي اللي قدامك دي هي اللي انت هتستخدمها لما تيجي تدخل سنه الميلاد بتاعتك عشان الاستبيان بتاعك يتقبل. طريقه التسجيل زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي مش اي باسورد، فهو هنا بيقول لك الباسورد لازم تكون حروف كابيتال حروف سمول وعليه
عليها رموز، زي مثلا رمز الآل. لو كتبت الباسورد بتاعك بالصيغة دي فهيتقبل الباسورد بدون أي مشاكل. وطبعا هنا بينبه عليك إن الإيميل يكون حقيقي. سنة الميلاد أفضل إنك تكتبها سنة من السنين اللي إحنا ذكرناها فوق دي عشان ما يحصلش معاك أي مشكلة في الاستبيانات. نقطة مهمة جدا في القواعد الثابتة التي لا تتغير في عمل الاستبيانات عشان الاستبيانات تتحسب معاك بشكل طبيعي. هنا بينبه عليك إنك بعد ما تخلص كل استبيان أو كل كام استبيان في نفس الشركة اعمل ريستارت مرة تانية. ريستارت لشبكة الواي فاي لو كنت بتستخدم الراوتر، أو ريستارت للداتا اللي أنت بتستخدمها لو 2G أو 3G أو 4G. مهم جدا إنك تعمل عملية الريسيت ديت علشان تقدر تكمل تاني. اتعود إنك تستخدم متصفح، ممكن تستخدم على متصفح خاص غير المتصفح الرئيسي اللي أنت بتشتغل عليه، ودايما بعد كل حل كام استبيان بتعمل مسح بيانات، يعني بتعمل ريسيت أو ديفولت للبراوزر أو المتصفح اللي أنت شغال عليه. الحاجات دي مهمة جدا 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 عشان تقدر الاستبيان بتاعك يتحسب كل مرة بدون أي مشاكل. لما يجي لك استبيان عملته غلط أو يتم طردك منه ويقول لك أنت مش مسموح لك تعمل استبيان، ما ينفعش ترجع تعمل أي استبيان تاني إلا بعد ما تعمل ريستارت للنافذة اللي أنت كنت فاتحها زي ما احنا لسه قايلين من شوية، وتحذف بيانات المتصفح. لازم تعمل الخطوة دي قبل ما تخش على استبيان جديد. هنا طبعا تكملة الملف البي دي اف بيوريك أماكن الحاجات هتقدر تجيبها منين، وده هنشرحه دلوقتي بدون أي مشاكل، مش لازم نقراه من هنا. طبعا هنا بيوجهك برضو للمنصة يوني اللي احنا قلنا هنركز عليها، هتاخد النقط أو الاستبيانات اللي عليها أعلى نقط. وما تنساش دايما هو دايما بيفكرك إنك تعمل إعادة تشغيل أو رسترة لو واي فاي أو 4G، أو تعمل إعادة ضبط للمتصفح مرة تانية. الحاجات دي كلها مهمة جدا وما تنساهاش وانت بتشتغل، كل شوية لازم تعمل الموضوع ده. هنا كمان بيقولك على نقطة تانية، لو انت ما رحتش لشركة يونو بالتحديد، ممكن في أي شركة من شركات العروض لو لقيت العلامة ديت، فالعلامة دي خاصة بشركة يونو وهي أفضل شركة للعروض بتاعت الاستبيانات. بيديك منصة تانية اللي هي اسمها رابيدو ريش، اللي هي المنصة ديت بيطلب منك برضو انك تدخل بياناتك في الأول قبل ما يبدأ يفتح لك الاستبيانات، وزيها منصة سيرفيسكا. برضو هنا بيقولك لو انت مش عارف رمزك البريدي ممكن من خلال جوجل تجيبه، وبرضو بيرجع تاني ينبه عليك على السنوات اللي المفروض بتتحسب فقط. سنة 2000، سنة 1971 72 73 1991 92 93 هي السنين دي بس فقط هي اللي ممكن تتحسب معاك في الاستبيانات. منصة بروكسترون دي برضو منصة مهمة جدا زيها زيون، هتقدر تطلع على بقية البيانات اللي مشروحة في ملف البي دي اف ده، ملف قوي جدا شارح لك كل حاجة بالتفصيل عشان ترجع لها في أي وقت يخليك تقدر تشتغل على الموقع بصورة سليمة. هنا برضو مجموعة الواتساب ومجموعة الفيسبوك الخاصة بالموقع، وهجيب لك دلوقتي إثباتات الدفع اللي اتحصلت على المنصة، وهقول لك إثبات السحب بتاعي أو هنعمله مع بعض قدامك بالورقة والقلم عشان نستلم مبلغ قدامك ونثبت إن احنا فعلا أخدنا الفلوس والفلوس جات لنا. النهاردة أنا أجلت التصوير ليوم الجمعة علشان خاطر أطمن إن الفلوس توصل لي، ما استناش إن أنا أصور في وقت تاني. طيب رجعنا مع بعض تاني وعملنا تسجيل دخول عشان الفيديو ما يطولش على الناس ويبقى الناس كلها استفادت بطريقة سريعة شوية. معايا دلوقتي 70500 نقطة، المبلغ ده تقريبا كافي إن أنا أسحب $70، لأن احنا كان في مشكلة إن أنا عايز أكمل تاني. بس لو رجعنا هنا للويسترو احنا عندنا وسائل الدفع اللي موجودة في المنصة وكلهم شغالين، عندنا بيبال وعندنا فودافون كاش وعندنا الباير. ادي فودافون كاش للناس اللي كانت عايزة أو طالبة حاجة تسحب منها فودافون كاش، وعندنا هنا الباير. أنا النهاردة هسحب باير، لكن أنت ممكن تسحب فودافون كاش، بس أنا عايز أو محتاج رصيد على الباير اللي من دول. فأنا مفروض كنت هستنى شوية لأن عندي مبلغ $50 ب50000 نقطة وال$20 ب24000 نقطة. الحمد لله إن أنا لقيت أو ما كنتش واخد بالي من $35 ديت، فكده أنا مش محتاج إن أنا أزود عن ال70000، كده أنا هقدر أسحب ال35 في المرة، هيبقى محتاج مني 35000 نقطة يعني 70000 نقطة، وهيبقى كمان معايا 500. لكن لو كنت هسحب ال50 وال20 فكنت محتاج 4000 نقطة كمان. لو رجعنا هنا للأول هيستوري أو المعاملات بتاعتي تماما كلها اللي أنا عملتها على الحساب، هتلاقي عندي هنا كل العروض اللي أنا عملتها كلها سيرفاي. ما عندك برضو منصة يونو، في برضو من منصة نوتك منصة العروض أنا واخد استبيان يونو برضو، وعندي هنا عروض تانية متنفذة، أدي عرض أدي عروض أدي عروض أدي عروض، كل العروض ديت اتنفذت على المنصة. هنرجع بقى للداشبورد قبل ما نكمل ونشرح في العروض، هنعمل السحب بتاعنا ونروح نشوف إثباتات السحب، وبعد كده نرجع نقول هنشتغل إزاي. هنعمل عملية السحب الأول، هندوس هنا على ويسترو وهنختار الباير. هسحب مبلغ $35، هيطلب مني هنا ان انا احط محفظة الباير بتاعتي. لو رجعنا تاني للحساب بتاع الباير، ركز معايا، انا معايا في الباير دلوقتي $6.17، ده اللي معايا في محفظة الباير حاليا. هاخد كوبي من عنوان المحفظة، وبعد كده هرجع للموقع تاني واقول له هنا ابعت لي على العنوان ده، واقول له تمام. قال لي سكسس، هرجع اطلب تاني. طبعا المبلغ بتاعي دلوقتي مفروض ان هو قل، لو رجعنا للداشبورد تاني سحب المبلغ، فاضل ال 35 التانيين. هنعمل عملية السحب التانية وندوس ريديم، وبعد كده ندوس المحفظة مرة تانية، وبعد كده نقول له تمام. كده تمت عملية السحب، انا كده سحبت عمليتين $35 في انتظار ان المبلغ يوصلني. هو المفروض ان هو بيقول ان هو بيوصل يوم الجمعه، ما هو المفروض قايلين ان السحب بتاعهم يوم الجمعه حاليا، فانا هنتظر ان يوصل لي وان شاء الله ما يتاخرش. بس لغايه لما يوصل خلينا نروح نشوف المجموعه بتاعتهم على الفيسبوك واثباتات السحب. ده حد سحب $29.85، حد تاني ساحبين فودافون كاش بس ما اعرفش هم مخبيين على المبالغ ليه. وادي برده فودافون كاش، فودافون كاش نفس الكلام، فودافون كاش برده. حد ساحب على البي بال $15، يعني كل وسائل السحب شغاله. حد ساحب على البير زي ما انا سحبت دلوقتي $14.92، حد تاني ساحب على البي بال برده $9.26 في $9.26، ادي اسم الموقع. حد هنا ساحب
ساحب برضو باير، حد ساحب 19 وحد ساحب 99.5 دولار، يعني كمان ساحب اكتر مني عشان الناس اللي بتقول ان انا جايب رقم مبالغ فيه. لا، في ناس سحبت اهو 99.5 دولار. العمليه دي كانت يوم 19 مايو او الحد ده كتب السحب بتاعه. تقدر تتابع حد كمان اهو 94 دولار، يعني تقدر تشوف الصفحه دي كلها. انا كل ده هيبقى سايبه لك في الوصف تحت او في المدونه. نرجع تاني سريعا عشان انا عارف ان الفيديو طول، بس صدقني الفيديو طول ده عشان تاخد كل حاجه بالتفصيل واساعدك انك تقدر فعلا تحقق ربح من منصه مجانيه 100%. هنلاقي عندي هنا في خانه الارد كوين او خانه تحقيق الارباح عندي شركات الاوفر وول. لو دخلنا عليها كده هلاقي شركات العروض اللي موجوده عندي. ممنوع استخدام الفي بي ان. هنا هلاقي في الشركات ديت انا بعتبر ان اقوى الشركات هي نوتيك وتايم وول، يعني فيهم كل حاجه تقريبا، وهيبقى النقط بتاعتك هتتحسب بسهوله، ودي برده شركات استبيانات تانية. اما لو جينا هنا على شركات السيرفاي فهتلاقي ان كل شركات الاستبيانات موجوده هنا، وعلى راسهم شركه يولو وهي الافضل في تنفيذ العروض بتاعه الاستبيانات. انا افضل شركه يولو وشركه سبكتروم. مش معنى كده ان الباقي ما بتحسبش، بس انا بالنسبه لي دول افضل منصتين. لغايه لما السحب يجيني هنروح مع بعض سريعا لشاشه كده انا مش هتكلم فيها، ده استبيان انا مصوره وهوريه لك من اول ما بداته لغايه لما خلص، وبعد كده هنرجع مع بعض تاني عشان نشوف السحب اللي وصل لنا. خليك معايا للنهايه. بعد ما شفنا مع بعض ازاي تحل الاستبيان بطريقه سهله جدا وازاي هيتحسب معاك، نرجع بقى لنقطه السحب اللي وصل لنا. زي ما انت شايف في حساب الباير وصل لي المبلغ واصبح رصيدي 75 دولار و82 سنت. ولو جينا هنا على الهيستوري او المعاملات اللي تمت، اخر معامله هي النهارده وهجيب المعرف بتاعها. زي ما انت شايف مكتوب تحت grabcoin.net، الفلوس اللي جات لي 69 دولار و65 سنت، يعني تقريبا استقطعوا نسبه بسيطه جدا وهي تقريبا عموله التحويل. معلش اعذروني، انا عارف ان الفيديو كان طويل بس صدقني الفيديو يستاهل. معلش اعذروني، انا عارف ان الفيديو كان طويل بس صدقني كان لازم معلش اعذروني لو كان الفيديو طويل بس كان لازم اقدم لك الموقع ده عشان تقدر تستفاد منه بالصوره الصحيحه، وكان لازم اوريك استبيانات عشان خاطر الناس اللي كل مره لو سمحت ورينا الاستبيان بيتعمل ازاي. ده تقريبا خد جزء كبير من الفيديو عشان اوريك الاستبيان بيتعمل ازاي واوريك ان هو فعلا بيتحسب بصوره صحيحه، النقط بتاعته بتنضاف للموقع. زائد ان كان لازم اوريك اثبات السحب عشان تطمن سواء اذا كان الناس سحبته او ان انا سحبته. تاني ايه، هشتغل بسرعه على الموقع ده وحقق اول فلوس لو انت لسه ما حققتش فلوس قبل كده. استنيكم ان شاء الله في فيديو جديد. كان معكم اسامه. سلام.